تباهت حروف القاف وتتفاخر الأوزان ومشار أثير صوغه اليوم قافية أبكتب قصيدة مدح ما خطها إنسان لبوي الكريم الفذ وام السنافية تباهت حروف القاف وتتفاخر الوزان ومشار أثير صوغها اليوم القافية تباهت حروف القاف وتتفاخر الوزان ومشار أثير صوغها اليوم القافية أبكتب قصيدة مدح ما خطها إنسان لبوي الكريم الفذ وام السنافية أبوي الجواد الوافي إبراهيم بن حجان باسمها فاخر وافتخر باسمها فخر وافتخر والفخر ليا سليل الشيوخ وشيخ له بصمه وبرها شجاع مواقفه كبيره بطوليه ابوي الكريم ابو محمد معرف الجدة عقيد المراجل باهي النور والهيا وليث المشاعر مرهف الحس والوجدان ونبع الحنان اللي عطاني كل حنيه ونبع الحنان اللي عطاني كل حنيه وربعه اهل الحشان ما مثلهم في الازمان وفي الكرم هم اهل الصفوف الاماميه اهل الحشان سحول واهل الفخر شان ووقفاتهم في الضيم ما هي بعاليه مجالسهم مشرع عندهم للضيفان ويستقبلون الضيف بيا مرحب وحياه يا مرحبا حيا وامي هاي الحشم شيخه ورفيع عشان بالطيب والاخلاق مية على الله مثل حسنها في الناس ما يكون الله كان ومن نورها شال القمر نوره وضيا كريم بعطاها كنها السيل والهتا عساها كل العمر بخير وبعافيه وهي بنت صالح بالعي الطيبه والاحسان جزال الفعايل فعله ونقوتها جزال الفعايل فعله ونقوتها ومن نسل رسل الوفا والكرم عنوان مطاليق مكسبهم علوم الشقرديه وهذه حروف الشعر بالصوت معلان اثير تهديها حب منها وحنيه واختم قصدي بالصلاح النبي العدنان صلاه بها نبغي الشفاعه الرسوليه صلاه بها نبغي الشفاعه الرسوليه صلاه بها نبغي الشفاعه الرسوليه